بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس والأربعون، 46 درس. معاني الكلمات، سوزلرنين مانولر. خياط تكوتش، آلة الخياطة تكشماشينس، دبوس تونغتش، دبابيس تونغتشلر، كشتبان أنجشوانا، كشاتبين بو أنجشوانلر، خيط إب، خيوط إبلر، إبرة نينا، إبر نينلر، حلاق سرطرش، نجار دردغار، راتب أوليك ماش، رواتب بو كوبليج، مرتب ديسك هم بولد أوليك ماش، مستخدم يولنجن إشج، أحمر قزل، أصفر سرق، أبيض أق، أسود قرى، أحضر يشل، أزرق كوك بول رنجلر. لمن كمنك، لمن هذا القلم بو قلم كمنك أوز. أين الخيط؟ إب قيردة. أين الكشتبان؟ أنجشوانا قيردة. هات إبراتي نينامنا أبكي بير. خذ آلة الخياطة تكشمشنا سنال. الحلاق يحلق الشعر بالموسى. سارتراش سوچنا بسكبلن أليبت. هذا الطربوش أحمر وهذا أبيض بو طربوش باش كيم قزلدر وبنس أقدر. النجار ينشر الخشب بالمنشاري. دردغار يغشن الربلن الرليبت. ذهبت إلى الخياط فأعطيته قماشا ليخيط لي بنطالون وسدرة. تكوچنكي باردم وأنجا بر مطان بردم تاكي أو مينجا شمنا وكامزولنا تكب برشوشن. خاطت الخياطة قميصا لبنتي حميدة. تكوش أيال قزم حميدة وشن كويلكنا تكب برد. هذا القميص أصفر وهذا أبيض بو كويلك سرقتر وبنسى إس أقدر. لمن هذا الكشتبان؟ لي يا نعيمة بو أنجشوانا كمك منك إي نعيمة. إحلاق شعري من فضلك. التماس ساچن نالب قوين. هذا المستخدم يختم عندنا براتب شهري قدره 5 جنيهات. بو يولنجن إشت بزنك ده ونين نرخ 5 جنيه بولجن أيليك معاش بلن يختم إشليت. خاطت أمي قميصي بآلة الخياطة. أنا جانم كويلجمنا تكش ماشينس بلن تكتلر. لا تخيطي قميصي بالإبراتي. كويلجمنا نينة بلن تكمكن. كم راتبك؟ راتبي 50 درهما. أوليك معاشين خنجة. أوليك معاشم إلي درهم در. هات الدبوسة يا فاطمة. تنغشنا كيلتر أي فاطمة. شعرك طويل إحلقه بالموسى. ساچين وزندر. أنا بسكبلن ألجن.